اهلا. اليوم الفيديو راح يكون روتيني الصباحي للويكند. اول حاجه اقوم انا الساعه 8 الصبح عاده او الساعه 9، اروح الحمام وانتو بكرامه، اغسل وجهي، افرش اسناني. بعد كذا انزل تحت اشوف الفطور وابدا افطر. شيء ودي كل الناس تسويه اول ما تقوم من النوم، خذوا كذا طاسه صغيره حطوا فيها مويه وحطوها في الحوايج للحيوانات والطيور، يعني تاخذين اجر وانتي ما تحسين. بما ان عندي الحين طلعه كذا سريعه راح احط ميك اب وبوريكم الاشياء اللي انا اسويها بالميك اب حقي. ميك اب مره ناعم مره خفيف، ما كاني حاطه ميك اب، وهذا الميك اب حقي المعتاد، فراح اوريكم الاشياء اللي راح استخدمها الحين. اوكي، اول حاجه الفاونديشن. قبل كل شيء انا ما احط صراحه برايمر لوجهي لانه مو كويس تحطونه باستمرار، ولاي خرجه تحطونه لانه مع الوقت بسبب توسع للمسام عندك، فاذا كان عندك طلعة مو مهمة او عادية او شي زي كذا استخدمي على طول الفاونديشن بدون اي برايمر. فهذا الفاونديشن اللي انا استخدمه بشرتي نوعها مختلطة، تغطيتها متوسطة، لا هي يعني قوية ولا هي مرة خفيفة، يعني ما تغطي، لا وسط. اوكي شوفوا، حطيت الفاونديشن بفرشة فلات، بعدها ابدأ اوزع الفاونديشن على وجهي. كيفكم تصبون؟ اوكي بستخدم هذا البرش، ببدأ أوزع الفاونديشن على وجهي، وغير كذا هذا البرش يشيل الزايد من الفاونديشن. الحين راح استخدم هذا الكونسيلر من برو. الحلو بالكونسيلر حق برو انه يتوزع بسهولة، انا جد اعاني ان الكونسيلر يكون مرة ثقيل، فاحس اني مرة صعب اني اوزعه، فهذا حلو خفيف، وغير كذا يعني مو خفيف انه يبقي هالاتك، لا خفيف يتوزع، وفوق هذا يشيل هالاتك 100%. حاليا راح استخدم هذا الباليت من انستازيا، هذا الباليت حق الكونتور، شوفوا الباودر. انا عن نفسي افضل الكونتور والباودر عن الكريمي لانه احس الباودر انظف، ما ادري ليش بس احسه انظف من الكريمي. فهذا هو الباليت من انستازيا الزبدة. الحين راح استخدم هذا اللوس باودر من لورا مارسي، احطه تحت عيني على اساس يعطي اضاءه المنطقه تحت العين، وغير كذا قبل ما ابدا بعيني احطه على اساس اذا والله نزل الشادو على منطقه تحت العين او شو اسمه او الماسكارا ما يبقى. طبعا حق الحواجب انا استخدم هذا الباليت من ريميل، حجمه مره صغير بس انه مره حلو عملي. ما قد جربت الصراحه براند ثاني غيره ومعتمدته، ويا استخدم معاه هذا البرش حق الحواجب. الحين راح استخدم هذه الماسكارا بعد ما رسمت حواجبي، راح استخدم هذه الماسكارا من اسنس، حلوه تعبي الحواجب وغير كذا احسها بنفس الوقت ترطب. طيب هذا برضو من اسنس برايمر للعين على اساس ان الشادو يكون واضح والوانه ما تكون باهته، لا واضحه. طيب خليني اوريكم هذا الباليت من ديور. هذا الباليت من ديور سنين عندي وحرفيا ما افكر اني انا اغيره، الوانه جدا عمليه، شوفوا حرفيا هذه الالوان اللي انا احبها. والبرش اللي انا استخدمه للدمج هذا البرش من ماك رقمه 224،
حلو للي يعانون فهمتوا من الدمج او يحتاجون فرشة تكون كذا لينة بالدمج، هذه مرة مريحة وعملية. طبعا اللون المعتاد اللي انا استخدمه هذا اللون، هذا انا احبه مرة، ويطلع كذا على الجفن يطلع شيء رهيب. استخدم هذا الباليت، هذا الباليت سبق وقد كلمتكم عنه، ونص الميك اب حقي ماخذتها من نون اصلا. يا بنات هذا الباليت صدق يموت يموت، فيه كل حاجة تبغينها، ان بغيتي مرطب شفايف، ان بغيتي بلاشر، ان بغيتي شادو، كل شيء موجود، ان بغيتي روج. وفوق هذا سعره كم تتوقعون؟ 48 ريال ماخذتها من نون. المهم راح استخدم هذا اللون الجفن. اهم حاجة في الدنيا مسكرتي المفضلة من بنفيت، ان بغيتوا طول، ان بغيتوا كثافة، ان بغيتوا كل شيء حلو، هذه المسكرة تتصدر للمركز الاول. انا استخدم هذا البلاشر من سيفورا، لكن مو بس بلاشر، هذا جاي برونزر وجاي بلاشر وجاي كذا معاه هايلايت، مرة حلو، يعني 3 في 1. الحين راح استخدم هذا الروج من ماك، احب مرة ارواج ماك، ما عندي خلفية الصراحة عن اسمه لان اسمه ممسوح الصراحة، ما ادري، بس شوفوا لونه، انا مرة الالوان الغامقة اموت عليها. انا صايرة هالفترة كل مرة اجرب كورنفليكس جديد، فهالفترة طايحة على هذا الكورنفليكس، صراحة مرة عجبني، يجي معاه شوفان وقطعة شوكولات زبيب ومكسرات. هذا الحين الميك اب ريموفر على اساس اني اشيل الميك اب وخلاص كذا خلص يومي، لان يومي كله كان وانا برا، فما قدرت اصور لكم شيء، لكن خلاص بمسح الميك اب بهذا الميك اب ريموفر وتصبحون على خير. حبي جمالة يا مرحبا يا هلا واهلا بزايرنا الزبده، ما علينا راح. Oopsie doopsie.